السلام كي دايرين عليكم اليوم جيتكم معايا المحل ديال ميميسو صراحه زوين بزاف بحال مينيسو غزال وكاين في مرة مول بالنسبه للناس اللي كاينين في كازا هذا راه كاين في مراكش مول عجبني بزاف وعندهم دي زارتيكل تبارك الله غزالين بحال مينيسو و صراحه كاين شي بيات على اختلاف في شي حوايج انتما غتشوفوا وحتى الثمن عندهم ريزونابل يعني انا جاني الثمن ديالهم زوين غنوريكم واحد لا تخوّس اللي عجبتني هنايا في البيض الثمن ديالها واحد خمسين درهم يمكن ولكن راه غزاله يعني تقدروا تجمعوا فيها ل... لوليد ابنياتكم لي حويجاتهم يعني تقيشره داكشي زوين عجباتني ان شاء الله منين ولد نجي نشريها لبنتي <applause> المهم خليكم معا فيديو ما تشوفين اي فوالا هنايا غادي نوريكم هاد لي بواط ديال كلينكس اللي كيديروا 29 درهم تيجيو ثلاثه انا هنا وحده خليتها في الطوموبيل وجوج طلعتهم معايا للدار صراحه زوينين وصغيورين يعني كيوت وزوينين هنايا خديت هاد القطن اللي كيمسحو به الوجه أه بحال كديري فيه شويه لوميسيل وكتبداي تمسحي به وجهك فيه 180 وحده وهنايا خديت هاد ديزانفيكتون اللي دي كتعلقيه في تاني يعني كخطاب اللي جاتو وليداتكم ولا في هكا في الصاك المهم هنايا هاد ديزانفيكتور دار دي 16 درهم وهادوك راه دايرين 30 30 درهم المهم انا غنحل داك القطن ونوريه لكم كيفاش كيجي من الداخل هكا كيجي البنات كيجي اه يعني شويه بحال اللي مضغط ماشي بحال داك القطن ولكن راه زوين وما تيتقطعش واهم حاجه هي الكونتي تاع فيها فيه راه فيه 180 وحده والثمن ديالو 29 درهم يعني 30 درهم زوين بزاف جاني زعما فن زعما اصلاح والمهم اللي حاجه الوحده اللي غادي نقول لكم عاوتاني اخرى وهو هذا الديزانفيكتون الا مشيتو لتما شمو الريحه ديالو راه غزال بزاف كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم كنقول لكم تهلاو في راسكم بسلامه